محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة القضية المتعلقة بالرئيس السابق ووزير الداخلية السابق وإطار أمني سام على القضاء العسكري، كما أفادت أنه تم إحداث 4 مكاتب تحقيق جديدة بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد دعم السادة قضاة التحقيق في القضايا المتعلقة برموز النظام السابق. وأكدت المصادر ذاتها من جهة أخرى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تولى سماع أكثر من 700 مواطن بين متضررين وشهود ومتهمين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن تالا والقصرين خلال الثورة والتي سقط خلالها عدد من الضحايا. وقد بلغت هذه القضية طورا متقدما من الأبحاث في انتظار الفصل فيها قريبا.